الايام العاديه اليهود بتكون تدخيلنا بتسمح لناش نخزن، لانه التدخيل الكميه اللي بتكون على قد اللي هي السحب ال 24 ساعه. فلما انت بيجيك عياد زي شهر 10 لما تيجي تحسبها مع الجمعه والسبت احنا بنعطل 20 يوم وبنشتغل 10 ايام. فاحنا الكميه احنا يا دوب احنا قاعدين بنعبي اقل من عشر الكميه اللي بتاخذها السياره، 20 30 شيكل، وساعات لما يكون عندك زبون 50 شيكل بتعبينه. فهو السواق بصير يمشي يا دوب بيقنن على الاخر. احنا لما كنا بنشتغل في اليوم العادي 24 ساعه لقيت بنشتغل بس ساعتين. شغلنا في المحطه احنا المحطه مكلفانه قلبت على 300 400 الف بنشتغل فيها ساعتين، يا دوب تطلع اجار الموظفين اللي عندنا، الكميه اللي بتعدي لنا يا دوب يعني شيء لا يذكر بالنسبه للكميات العاديه. فاليهود ما فيش امكان. وبعدين كمان لما بيجيك اللي هو هاي اللي هي سلطه الطاقه بدها نص مليون، اليهود بتدخل مليون، بتجي سلطه الطاقه بتاخذ نص مليون، بضل السوق نص مليون، من المليون بضل نص. بيجيك الوكاله بدها 140 ألف، بضل لنا 360 ألف. يعني غير الاعياد مش لما بيجي الطاقه او الوكاله بيزودوا لهم كميه فوق حصه السوق، لا باخذوا من حصه السوق وبعطوا للوكاله وبعطوا لسلطه الطاقه. فاساسا الكميات فيش امكانيه تكفوا الازمه. يعني الله يكون بعوننا بعون السواقين، لانه شيء يعني صحيح ذل زياده عن اللزوم. لما سواق بضل واقف 3 ساعات عشان يخش المحطه بفكر حاله بده يعبي، بلاقي انه بتفاجئ انه بعبي ب 20 30 شيكل، واذا كان يا دوب يعني الامور شويه بده يعبي ب 50 شيكل، يا دوب نص ساعه بده بسكر خلص. فيش امكانيه، ما فيش يعني اصلا. يعني انا الكميه اللي جاتنا اللي هي يوم الاثنين امبارح ما اشتغلناش، عبينا يوم اثنين شوي امبارح ما اشتغلناش، اللي اشتغلنا اليوم نكمل اللي عندنا على امل انه بكره يطلع لنا حصه ونعدي، وممكن يفتح المعبر ما يطلعناش حصه. يعني ممكن المعبر يفتح يدخلوا يوزعوا حصص ما يطلعناش حصه كمان. والله هو ما احنا بنعبي الطوابير يعني بتكون واصله ساعات يعني على مدار كيلو، يعني بوصل ساعات ممكن تضيع نص كيلو سيارات، يعني تقول له خلص شطبنا وروح بعد ما بكون استنى ساعتين كمان وبشغل السياره شوي وبطفي، بشغل بكون سحب الكازات وما لحقتش الدور مع عباس كمان. فيش لما قاعد تحسبها 50 شيكل 10 لتر بروح فيهم مشوار عرفه وبرجع بكون خلصوا. وبقى احنا محطه مكلفه، يعني احنا اشتغلنا لسه فاتحين جديد ومكلفه مبلغ رقم خيالي اللي تفتح فيها ساعتين، والله جريمه. يعني محطه مكلفاني الواحد دم قلبه يفتح ساعتين، يعني شيء وربنا يعين وان شاء الله تفتح الامور ونعيش زي الناس ان شاء الله. بتضايق كل يوم انه الازمه هذه مستمره لحتى هذه اللحظه، انه احنا بنشتغل بيوميتنا بنعبي كاز بعدد قليل من اللترات، فهذا لا بكفينا يوميتنا، فهذا بسبب لنا ازعاج كبير بالنسبه انه لمصاريفنا او حالنا وبيتنا. بتمشينا نص نهار ومش كل يوم بنعبي، كل يومين ثلاث ايام بنعبي، بناخذ لنا 10 لتر او 12 لتر، فهذا بلا كفي لاي لاي شغل. يعني بنص يعني بنص نهار بكون خلص الكميه، طب باقي نص نهار بكون في ناس عندك جامعات وعندك موظفين، فاحنا ما بنقدرش انه نكمل شغلنا معهم. سبب الازمه تسكيره المعابر مع اليهود، هذه سببت لنا كارثه انسانيه بحد ذاتها، يعني انه الامر انه ما بيزبطش انه اليهود تسكروا عن المعابر، لازم يفتحوا المعبر عشان ندخلوا هذا الوقود، بالذات الوقود انه شغله يوميه لازم تكون في غزه. لا احنا لا ما نتدخل في هذا الموضوع، انه احنا لازم اليهود يفتحوا المعبر الاقليه ليدخلوا الوقود يوميا لقطاع غزه، انه قطاع غزه يستهلك كميات كبيره من الوقود، فلازم يدخلوا، انه يحصل ازمه كبيره جدا اذا لم يفتح المعبر. انا حاجتي يعني بعبيه كل يوم من 18 لتر ل 17 لتر كل يوم، هذول بيعبوا لنا 10 لتر وال 10 لتر بقضوناش. قصه المعابر هذه اللي مسكره هذه عشان الاعياد الاسرائيليه. هم بعاقبونا جماعيا متهيألي. وبعدين الازمه هذه يعني اذا طوالها خربان ديارها للناس. وضع الحمد لله نايم، بنشتغل بحق الكاز، يعني نطلع مصروفنا ولا ما في ولا تصليح عربي ما معنا. بالنسبه احنا الناس 7 ركاب، وهذا احنا بنقف ساعه عشان اعبي، يمكن اعبي لي ب 50 شيكل، يمكن اعبي لي ب 70، عقد مشوارين ثلاثه عن صلاه على الوسطى ومع السلامه. يعني كيف بدي اقول لك، يعني هي بتاثر لانه بيجي من برا مواد تموينيه وبضاعه وحاجات وسولر وبنزين وكاز، وبصير عندنا ازمه، مع انه احنا عايشين في ازمه. يعني كمان لا في شغل ولا في مشغل ولا في حاجه، يعني احنا عايشين من قله الموت بالاخر. بتقضيش ب 100 شيكل، احنا بنخيل ببلاش هينا، مره بنلاقي راكب مره بنلاقيش مره مش عارف ايش، هاي الشغله والعامله تبعتنا. راح نشتغل عليها لما عشان الله يبعث نعملنا ب 10 شيكل نطعم الاولاد.
اكثر من هيك ما فيش والله. هو بالنسبه للتعبايه معروفه يعني كل المحطات صارت تعبينا بس مجرد 50 كل يوم، يعني بنقضي فيها حالنا مثلا لاخر النهار او للمغرب بنصف، ثاني يوم نيجي بنعبي 50 وبنكمل ثاني يوم. والله تقريبا لنا 7 ايام. والله ما بنعرف، يعني بيقولوا لك ازمه اضراب اليهود اياد يهود، كل واحد له روايه. الاسرائيليين بيعاقبوا الفلسطينيين؟ والله هو من ناحيه الاسرائيليين ما انت عارف يعني، ما كل الشعب بيعرف هذا الاشي، يعني انه بصفه عامه هو عاقبهم مش بس في السولار، يعني في السولار كهرباء بترول، معاناة بنعيش الله يعيننا على كل على الوقت اللي احنا عايشينه. بس بتعبي 50 للناس؟ اه 50. ولا لازم تساوي بقول احط 30 بقول ما تحطش.